صلوا بينا على النبي. وفيلمنا بيبتدي مع الاتنين دول، البنت اسمها كيتي والراجل اسمه كلايف، وهم شغالين في مختبر خلط الجينات وبيخترعوا حيوانات من جينات عدة حيوان وبيسموهم جيجر وفريد، اللي بينتجوا فيتامينات لعلاج الإنسان. وبعدها بيروحوا عند مديرهم وبيطلبوا منه ان هم يبدأوا في خلط جينات الحيوان مع الإنسان، وان هم مخططين للموضوع ده كويس، وان الكائن ده هيكون ينتج اقوى علاج للكائن البشري. بس المدير ما بيوافقش وبيقول لهم ان ده مش وقته، وانه عايزهم يهتموا بجيجر وفريد. وبعدها بيمشوا وبتكون كيتي زعلانة جدا وبتقول له جوزها انها مش هتوقف هنا، وانها ما اتعلمتش طول حياتها علشان في الاخر تهتم بحيوان، وانها عايزة تعمل حاجات اكتر. وبيقول لها كلايف وانا معاكي. وبعدها بيروحوا للمختبر وبيبدأ يشتغلوا على الكائن ده، بس جينات الانسان مش بتتخلط مع جينات الحيوان وبتكون اول محاولة فشلة. وبعدها بيحاولوا من تاني بس برضو المحاولة فشلة. تعرفوا عملوا ايه؟ غيروا المزيكا، والمحاولة التالتة نجحت. والله المهم بيبدأ الكائن في النمو، وكل يوم بيشوفوا نبضات قلبه وبيطمنوا عليه. واما كانوا في البيت بيجيهم انذار للموبايل ان في حاجة بتحصل في المختبر مش مظبوطة، وبيروحوا جري وبيتفاجئوا ان النمو اكتمل وهو على الاقل فاضل له شهور. وبعدها بتحاول كيتي تخرج الكائن بايدها بس بيقرصها وبتكون مش عارفة تخرج ايدها، وجوزها بيحاول يساعدها وبيكسر الازاز ويحبس الكائن، وبتكون كيتي مش عارفة تتنفس وهيغمى عليها. بس كلايف بيعالجها وبيقول لها انهم ارتكبوا اكبر غلطة في حياتهم. وبعدها بينقلوا في قفص زجاجي مليان اكسجين وبيكونوا زعلانين علشان التجربة فشلت. وتاني يوم بيروحوا المختبر وبيقول كلايف لكيتي ان هو لازم يقتل المخلوق ده علشان مش هو خطر والتجربة فشلة. بس كيتي ما بتوافقش وبيخشوا عنده وبيشوفوه وكان ما بيتحركش، وافتكر ان هو ميت. وبيروح كلايف علشان يجيب كرتونة ينقلوا بيها، بس الكائن بيطلع عايش ويفضل يتنطط من حتة لحتة وبيكون عنده قوة رهيبة. وبيقول كلايف لكيتي ان هما لازم يقتلوه، بس كيتي بترفض وبيخدروه علشان يشوفوا هو ليه كده. وبيتفاجئوا ان خلايا جسمه بتنمي بسرعة كبيرة قوي، والدقيقة تعتبر يوم كامل، وبيعرفوا ان هو يمكن هيكون نتاية. وبتحاول كيتي تقنع جوزها ان هما يسيبوه يعيش وبيوافق. وبعد مرور 7 ايام بيحاول كلايف يأكل الكائن بس ما بيستجيبش، وهما بيحاولوا يأكلوه بيقع اللبان بتاع كيتي والكائن بيحبه ويأكله، وبيعرفوا ان هو بيحب الحاجات الحلوة. وتاني يوم المدير بيستدعي كلايف وبيقول له ان هو مش بيهتم بجيجر وفريد، وانه عايزه يهتم بيهم اكتر علشان معاه عرض ليهم، ولو العرض ده فشل هو هيخسر فلوس كتير. وبعد مرور شهر بتكون كيتي بتختبر ذكاء الكائن ده، وبتكون ذكية جدا وبتسميها درين. وبيجي جوزها وبيقول لها ان اللي بتعمله ده غلط، ولو حد شافها هنروح كلنا في داهية. وبيكون اخو كلايف معدي من جنبهم وبيسمع صراخهم وبيخش يشوف، بس درين بتهجم عليه وكيتي بتوقفها. وبعدها بيقرروا ان هم ينقلوا درين مكان تاني، وبتكون درين تعبانة جدا وجسمها نار، وبيفكروا يعالجوها زي الانسان الطبيعي بمية باردة. بس اول ما بتدخل درين بتفقد التنفس، وكلايف اما غرقها وبتحاول توقف مراته علشان كده درين هتموت. وبعدها بيشوفوها بتتنفس تحت المية، وبيقول لها كلايف ان هو ما كانش بيموتها وان هو عارف انها برمائية. وبعد مرور الايام بتكبر درين وبيجي وقت المؤتمر وبيعرضوا فيه جيجر وفريد، بس المخلوقات بتتجنن وكل حد فيهم بيخلص على التاني، والمؤتمر بيتدمر. وبيروحوا لمكتب المدير وبيهزقهم وبيقولوا له كلايف وكيتي ان هم هيصلحوا غلطتهم وهيخترعوا حيوانات جديدة، وبيقرروا ان هم ياخدوا درين من المكان ده علشان يمكن يكون خطر عليها. وبيروحوا مزرعة والد كيتي، بس درين بتكون زعلانة علشان لسه ما تعودتش على المكان، وبيحاولوا يأكلوها بس ما بتوافقش وبتكتب لهم انها حاسة بالملل وانها عايزة تخرج شوية، بس كيتي بترفض ودرين بتقوم مكسرة المكان كله. وبتطلع فوق المزرعة وبيلحقوها وبتكون لسه هتوقع، بس بيطلع من جسمها اجنحة وبتعرف تطير. وبيجي لها كلايف بحنية ويهديها. وتاني يوم بتعلمها كيتي ازاي تحط ميك اب، وبتشوف معاها صور لكلايف جوزها وبتستغرب انها رسمته، بس درين بتاخد الصور وتهرب. وبتيجي كيتي وبتشوف معاها قط وبتاخده منها علشان ممكن ينقل لها مرض، وبتكون درين زعلانة جدا. وبالليل بيجي كلايف وبيشوف درين زعلانة وبيحاول يسليها ويشغل مزيكا وبيقوم يرقصوا، بس فجأة حس ان هو بدأ يعجب بيها وبيسيبها ويمشي. وبيتخانق مع مراته علشان عرف انها دخلت حمضها النووي في جسم درين. وبعدها بتروح كيتي عندها وبتعتذر لها وبتجيب لها القط بتاعها، بس درين بتخلص على القط وبتاخد مفتاح المزرعة من رقبة كيتي وبتحاول تهرب، بس كيتي قامت ضربها على دماغها وبتكتفها وبتقرر انها تقطع الجزء السام من ديلها. وبيجي كلايف وبيتخانق معاها. وبالليل بيكون كلايف بيتفرج على كاميرات المراقبة وبيشوف درين بتستحمى وبيزداد اعجابه بيها، بس بيقفل اللابتوب فورا وبيروح يدور على كيتي، بس كيتي بتكون في المختبر
وبعدها بتظهر درين لكلايف وبتحاول تعمل معاه علاقة، وبيعملوا علاقة هما الاثنين، وبتيجي كيتي وبتشوفهم مع بعض وبتتعصب وتمشي، وبيجي كلايف يعتذر لها لكنها بتكون متعصبة جدا ومش عايزة تسمع منه حاجة، وبتقول له ان هو ما ينفعش يعمل معاها كده وان دي تبقى بنتهم، بس بيقلب الخناقة عليها ويقول لها انها السبب وهي اللي صممت علشان تخترع الكائن ده، وكمان عملت حمضها النووي في جسم درين، وبيقرروا ان هم هيخلصوا كل حاجة النهاردة، وبيروحوا لها وبيلاقوها ميتة وبيخرجوا علشان يدفنوها. وبعدها بيجي كيفن اخو كلايف ومعه المدير، وبيقول لهم المدير ان هو عارف كل حاجة وعايز يشوف درين، بس بيقولوا له ان هي ماتت. وفجأة بتخرج درين وبتخلص على المدير وبتروح تاخد كيفن وبتخلص عليه، وكلايف بيكون خايف جدا وبيروح يدور على اخوه بس ما بيلاقوهوش. وبعدها بتيجي درين وبنشوفها تحولت لذكر، وبيلحق كيتي وبيغتصبها، وبيجي كلايف يخلص عليه بس ما بيموتش، وكيتي بتقوم تخلص عليه، ودرين بيقتل كلايف وبيموتوا كلايف ودرين، وفي الاخر بتكون كيتي حامل من الكائن ده، وبيخلص الفيلم. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة ولايك ل...